إن شاء الله راح نتكلم عن أشياء مهمة جدا تختص الشيخوخة وكبار السن. أيضا هناك رأي آخر بأن الشيخوخة هي نتيجة لتراكم ظواهر كثيرة، منها ما هو مرضي مثل تصلب الشرايين والأمراض المزمنة، ومنها ما هو بسبب نقص التغذية والتقلبات الجوية والحالة النفسية والعصبية والحالة المناعية، ومنها ما هو بسبب المؤثرات الداخلية والخارجية والإسراف في تعاطي العقاقير والعدوى والأمراض إلى آخره مما يؤدي إلى اضمحال والشيخوخة، ذلك إذا أتت مبكرا يعني عن يعني موعدها الافتراضي. وهذا يلعب هذا طبعا يلعب في الاستعداد الشخصي والعائلي في دور في بلوغ الإنسان مرحلة الشيخوخة قبل الأوان، وهو الذي طبعا يصدق عليه القول بالشيخوخة المبكرة. والفصل بين هذه الأنواع قد لا يكون طبعا بالسهولة أو بالإمكان، لهذا تعتبر الشيخوخة طبعا خلاصة تلك المسببات جميعا، تلك المسببات التي ذكرناها في الدروس القديمة أيضا وهذا الدرس. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.